بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة المحاضرة بتاعتنا هنبدأ في التوزيعات الاحتمالية المتصلة. المحاضرات اللي فاتت خدنا التوزيعات الاحتمالية المنفصلة وعرفنا ايه الفرق ما بين المتغير المنفصل والمتغير المتصل، وقلنا المتغير المتصل ان المتغير اكس بيأخذ قيم صحيحة فقط. يعني ايه يأخذ قيم صحيحة فقط؟ يعني ياخد 1 2 3 زي عدد أفراد الأسرة، عدد الطلاب، عدد الأبقار في مزرعة معينة. ما ينفعش أقول عليها متغير متصل، يبقى ده متغير إيه؟ منفصل أو متقطع. يعني إيه متقطع؟ يعني بياخد أرقام صحيحة على خط الأعداد. وخدنا منه نوعين من التوزيعات، التوزيع ذو الحدين أو ذي الحدين، اللي هو التوزيع اللي بتنقسم النتائج إلى قسمين متنافيين. وخدنا ودرسنا توزيع ذو الحدين، وخدنا دالة كثافة الاحتمال ان ان مضروب اكس، ان توافق اكس بي اس اكس، وواحد ماينس بي اس ماينس ان ماينس ايه ان ماينس اكس. وقلنا ان البي دي ده احتمال حدوث الحدث. يعني ايه حدوث الحدث؟ الحدث المطلوب ده اللي انا عايزه، اللي انا بدور عليه، اللي هو المطلوب، ويمثل لي احتمال النجاح. اما الواحد ناقص بي هو ده يمثل احتمال الفشل. تمام. طيب وخدنا كمان ان احتمال النجاح اللي هو لما اكون بدور في المصنع على وحدة تالفة وحصلت عليها، ده اسمه نجاح. يبقى النجاح هو مرتبط بالحدث المطلوب. وخدنا التوقع، وقلنا ان التوقع عبارة عن ان في البي. وخدنا التباين، وقلنا ان بي في واحد ماينس بي او في كيو. خلاص ده التوقع وده الايه التباين. وقلنا ان معالم التوزيع معلمتين اللي هي الان والبي. تمام. وبعد كده اتنقلنا لتوزيع بواسون اللي هو توزيع الحالات النادرة. وتوزيع الحالات النادرة زي ما قلنا صفوف الانتظار وعدد الاخطاء المطبعية. وقلنا الدالة الاف اوف اكس اي اس ماينس لامدا، لامدا اس اكس على مضروب اكس. وخدنا ان معلمة التوزيع هي اللامدا اللي هي متوسط التوزيع اللي احنا جبناه في توزيع ذو الحدين اللي هو ان بي. يبقى توزيع بواسون هو حالة خاصة من توزيع ذو الحدين لما تكتر الان كتير قوي الى ما لا نهاية. تمام. وخدنا بعض خصائص التوزيع، زي خدنا ان الوسط الحسابي او التوقع بتاعه الاكسبكتيشن بتاعه بيساوي التباين او الفاريانس بيساوي لامدا. يبقى ده التوزيعات المنفصلة، يعني تذكرة بسيطة للناس. نيجي للتوزيع اللي قدامنا، نخش بقى على التوزيعات المتصلة. والتوزيعات المتصلة قلنا المتغير العشوائي اكس بيأخذ مدى من القيم، مش بياخد قيمة واحدة، بياخد مدى من القيم، زي اوزان الطلاب، زي اوزان الطلاب، زي الاجر، زي المبيعات. ممكن تكون او قيمة المبيعات تكون متغير ايه متصل، يعني بياخد مدى من القيم. القيم بتاعتي ممكن تبدأ من زيرو لما لا نهاية، او من ناقص ما لا نهاية الموجب ما لا نهاية. وعندنا امثلة شائعة للتوزيعات المتصلة، منها التوزيع الطبيعي، توزيع جاما، بيتا، الاسي. تمام. والتوزيع المنتظم اللي هنبدأ فيه دلوقتي. يبقى التوزيع المنتظم هو احد التوزيعات المتصلة. يبقى هو اول حاجة وعد التوزيعات الايه المتصل، يسمى بالتوزيع المستطيل، لان لما اجي ارسمه على خط الاعداد بياخد شكل الايه المستطيل، يعتبر من اسهل التوزيعات الايه المتصل. طيب الصوره العامه للتوزيع، زي ما اتفقنا ان كل توزيع لازم نعرف دالة كثافه الاحتمال. الاف اوف اكس بتاعتي ممكن تكون 1 على 2a، والاكس بتتراوح من ماينس a لموجب a. خلاص ما لهاش قيم منفصل، لا ده ليها مدى من القيم، من ناقص a لموجب a. لاحظ ان دالة كثافة الاحتمال ال a ديت مقدار ثابت constant. ثابت معناه ايه؟ معناه مهما قيمة ال x تغيرت هو ما بيتغيرش. يبقى مدى المتغير المتصل x يبدأ من ناقص ما لا نهاية، من ناقص a اسف، الى موجب a. ولو جيت رسمت الدالة اهو على خط الاعداد x من ناقص a لموجب a، اي حاجة هو عبارة عن واخد شكل الايه المستطيل. عشان كده
سميته التوزيع المنتظم، التوزيع الايه المنتظم، او التوزيع الايه المستطيل. ممكن اكتب دالة كثافة الاحتمال بالصورة ديت، f of x بيساوي 1 b ناقص a، والاكس بتتراوح هنا من الاي للبي، لان الاي هي القيمة الاقل والبي هي القيمة الايه الاكبر. وهذا بديه فان الصورة السابقة نفسها فالمقام مقدار ثابت، عبارة عن الحد الاعلى للمتغير مطروح منه الحد الايه الادنى. طيب هي دالة كثافة احتمال، اي داله في الدنيا عشان اقول عنها داله كثافه احتمال لازم تحقق لي شرطين، خدناها في توزيع ذو الحدين، خدناها توزيع بواسون، وهناخدها مع التوزيع المتصل. يبقى قال اي داله كثافه احتمال لازم تكون بتحقق شرطين. الشرط الاول ان الاف اوف اكس عند اي قيمه الاكس اكبر من او يساوي زيرو، ومجموع الداله او مجموع الاحتمالات بيساوي واحد، لان دول خاصيتين بديهيتين، لان احنا قلنا من خصائص الاحتمالات ان اي احتمال لاي حدث عند اي نقطه باكبر من او يساوي زيرو حده الادنى كام؟ زيرو. لازم يكون اكبر رقم موجب، الاحتمال رقم ايه؟ موجب. تاني حاجه ان مجموع الاحتمالات لهذا المتغير العشوائي لكل قيمه بيساوي واحد، صحيح. خلاص طبعا بسيطه قوي، لان البي اكبر من الاي، فانا لو عوضت ب 2 وايه بواحد يبقى واحد على 2 ناقص واحد، يعني ايه واحد على واحد بواحد، يعني لو بي ب 3 يبقى 2 ناقص واحد يبقى 2، يبقى واحد فوق على 2 تحت يبقى نص، وهكذا. طيب لو عايز اجمع الاحتمالات دوت، لو اجمع هنحقق من خلال الشرط الثاني، بجمع ديت الواحد على 2 ايه اخرجها بره الايه المقام كامل، هتكمل بالايه بالاكس، وتعوض بالاكس مره بالايه بالماينس ايه بالماينس بالموجب ايه، هيديك 2 ايه على 2 ايه بيساوي واحد. احنا طبعا مش هنجيب في الامتحان، اثبت ان ده الكثافة الاحتمال. خلاص عزوم التوزيع، عشان اعمل عزوم التوزيع بعمل بالتكامل اي عزم، العزم الرائي يعني الاكس اس ار، الاكس اس ايه اه الاكس اس ار، اي عزم عباره عن الاكس اس ار في الداله بتاعه الاحتمال، يبقى هو تكامل. لازم اعرف التكامل من ماينس اي لاي اكس اس ار في الاف اوف اكس دي اكس. خلاص طيب اكس اس ار عوض عن الداله ب 2 اي، يبقى اكس اس ار على 2 اي دي اكس، هخرج ال 2 اي واحد على 2 اي بره، وكامل الاكس اس ار هيبقى اكس اس ار بلس واحد على ار زائد اي واحد، قاعده التكامل العاديه. وعوض مره بالاي بالماينس اي، ومره بالموجب ايه